يسعد صباحك نرمين. صباح الخير رشا، كيفك اليوم؟ انا كثير منيحه وانتي؟ تمام الحمد لله. ان شاء الله يا نرمين يومك يكون حلو لك ولكل الاشخاص اللي بتحبيهم. صباح الخير لكم مشاهدينا، رحله جديده بصباحنا غير لليوم. تمنياتنا لكم بدايه هذا النهار يحمل معه الخير والانفراج والرزق الكريمه ويكون هيك على ذوقكم. خلونا نبلش صباحنا ونقول يا رب. أكيد دائما بنحب رشا نبلش بهي الكلمة وبتفاؤل وبطاقة إيجابية قد ما بنقدر. صباح الخير لكل السوريين وين ما كانوا، يوم جديد ونهار جديد إن شاء الله يا رب يكون دائما مكلل بالخير والحظ وراحة البال، دائما هيك بتكون الأبواب مفتوحة أمامنا. ضيوفنا لليوم وفقراتنا من مجالات مختلفة رح نبلش نتعرف عليهم تباعا، ولكن خلونا نروح لفاصل أغنية وبنرجع. جناح لا سوريا حامل سلام، ضوي يا شمس بلادي فوق الايام. طير الحرية طاير من فوق الشام، نزل عبر ديلاقي رب الحمام. جناح لا سوريا حامل سلام، ضوي يا شمس بلادي فوق الايام. علوها علو الراي سوريا صارت اي، علوها علو الراي سوريا غارب جبال العز. وأولى فقرات صباحنا لليوم خلونا نروح لذاكرة الصباح ونشوف أهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هذا اليوم. إن شاء الله تكون خير يا رب. اليوم 17 تشرين الأول، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام، مثل اليوم من عام 1912 اندلاع حرب البلقان الأولى، وبعام 1979 الإعلان عن فوز الأم تريزا بجائزة نوبل للسلام، وذلك نظراً لجهودها الإنسانية لمساعدة فقراء الهند والعالم. وبعام 1980 إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تقوم بزيارة تاريخية للفاتيكان. وبعام 2016 انطلاق شينتشو 11 سادس مهمة فضائية مأهولة للصين، وعلى متنها رائدي فضاء في مهمة مدتها 30 يوم. ومجهة اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1915 آرثر ميلر كاتب وروائي مسرحي أمريكي. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1941 مي زيادة أديبة فلسطينية لبنانية. وبعام 1993 نهاية قلعي مثل كوميدي سوري. وإلى اللاذقية، حيث أقيم في بلدة عين التينة في ريف اللاذقية احتفال بمناسبة ذكرى مولد الرسول الكريم. التفاصيل مع علا صر. صالة الشهداء في بلدة عين التينة في ريف اللاذقية تقيم احتفالا بمناسبة ذكرى مولد رسول الكريم، إيمانا بقيمه ومبادئه وزرعا لروح المحبة. بداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، النبي المعظم والإمام المقدم الذي تميز عليه الصلاة والسلام بحسن الأخلاق والتي نحتاجها اليوم كمجتمعات عموما.
لكي نرتقي في تعاملنا وإنسانينا وحضارتنا. المجتمعات عموما في مثل هذه الأيام تحتاج إلى حسن الأخلاق. قد قال الله سبحانه وتعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. هذا المولد يتميز عن غيره بأنه يكرم مجموعة من الأساتذة الذين كان لهم دور كبير في تعليم أجيال وأجيال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا المولد النبوي الشريف على بلدنا الحبيبة سوريا وعلى قائدنا الدكتور بشار الأسد وعلى جيشنا العربي السوري وعلى الأمة الإسلامية بالخير والسلام. اليوم جينا لنلتقي هون مع إخوتنا الأحباء في قرية وبلدة عين التينة احتفالا بمولد عيد النبوي الشريف. هالعيد هذا اللي بيعطينا الهداية والسلام للعالم، مولد النبي محمد رسول الله. ونحن في هالبقعة الجغرافية من الأرض التي تتمتع بوحدة الأديان بمختلف أطيافها وأجناسها ومذاهبها، نعيش هذه الوحدة الوطنية بروح المحبة والتآخي. في هذا اليوم المبارك هو يوم مولد إشراق النور العظيم، مولد سيدنا رسول الله صلوات الله عليه ومن آل إليه، الذي ترك النور الإلهي كل المفارقات التي كانت في هذه الآونة، واختار سيدنا محمد صلوات الله عليه ومن آل إليه أن يكون رسوله إلى البشرية لنشر المحبة والسلام. جئنا لنعبر عن حبنا واشتياقنا له صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لابد من أن نحتفل به لأنه سيد هذه الأمة، وهو منقذنا، وهو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور بعد إرادة من الله سبحانه وتعالى. عدد من الطلاب المتفوقين والمعلمين المتقاعدين كان لهم نصيب من التكريم في هذا الحفل. هذا التكريم الحمد لله بيعني لي نتيجة تعبي، الحمد لله رب العالمين بالبكالوريا، كل هذا نتيجة تعبي الحمد لله، وقفة أهلي جنبي، بشكر الله سبحانه وتعالى بيوم هذا العيد المولد النبوي، اللهم صل على سيدنا محمد، إنه أنا قدرت أوصل لحلمي. تفوقت، وهذا التكريم شرف لإلي، تحقق طموحاتي وللمستقبل الحمد لله. هيدا التكريم كتير بيعني لنا، وبتمنى من رفقاتي والكل يجتهد ليصير مثلنا. التفوق بيعني لي كتير، وبتمنى انه من رفقاتنا يقتدوا فينا ويحققوا نجاحات بالمستقبل. تجديد الولاء بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف الذي أرسله الله رحمة وهداية للبشرية ليكون آخر المرسلين، ولنسير على خطاه وقيمه ومبادئه. نروح لأول فقراتنا ولجامعة من جامعة دمشق، حنروح لحديقة تشرين يلي احتضنت الذكرى الثانية لانطلاق مؤسسة هنا هويتي التنموية ضمن مقهى وكافيه سوسيت، حيث تم عرض فيلم تعريفي بأعمال المؤسسة وإطلاقها لعدد من البرامج التخصصية وبناء قدرات اليافعين وتفعيل دورهم في المجتمع وخلق بيئة داعمة. لنحكي أكثر عن هي الفعالية. ضيفتنا لليوم هي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هنا هويتي التنموية السيدة ماريا. سعد صباحك، وصباحك سعادة على طول. صباحكم أسعد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكي. مبروك الانطلاق، مو الانطلاق، الاحتفال بالذكرى الثانية. خلينا نحكي أول شيء عن هذا اليوم اللي أكيد كنتوا عم تجهزوا له، احتفال بمنجز استمر لمدة عام كامل من البرامج التخصصية ومن الفعاليات. نروح على رمزية اختيار مقهى سوسيت. أول شيء خليني أقول شو مشاعرنا بعد سنتين من الجاز. يعني كنا واقفين نفس الوقفة عم نشرح فيها شو حلمنا وشو حابين نعمل من هيكلية عمل ومشاريع قبل بسنتين، بس كان ما في عنا شيء ملموس. اليوم وقفنا نفس الوقفة بعد بسنتين بإنجازات حقيقية، والحقيقة كتير كبيرة للشباب. اخترنا المكان
بحديقة سوسات أو بحديقة تشرين مقهى سوسات هو لجمعية جذور أيضا يلي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. فاليوم كل مؤسسة عم تحمل مسؤوليتها الاجتماعية وبالأحرى كل مجموعة فاعلة من المجتمع عم تشتغل على مسؤولية اجتماعية معينة، فنحن لازم نكون داعمين لها وتوصلنا كمان بذات الطريقة من يهتم بتحمل المسؤولية الاجتماعية، لأنه كلياتنا معنيين بالموضوع. اليوم مسؤولية الشباب هي مسؤوليتنا، مستقبل سوريا هو في مستقبل شبابنا أو في تمكين هالجيل الجديد. هذا الجيل يلي عم نشتغل عليه هو جيل الحرب، صحيح. فاليوم لما بنحكي عن جيل عاش حرب فمعناتها صار في عنده قناعات مختلفة عن اللي عشناها، صار في عنده قيم مهتزة ربما نتيجة الوضع الاقتصادي، نتيجة الوضع الحرب يلي كان الصراعات، صار في رغبة بالسفر أحيانا. طيب نحن قديش مسؤوليتنا تجاه هذا الجيل لنقدر أولا نعرفهم على شو في إمكانيات ببلدهم ليقدروا يستغلوها، ليقدروا يستثمروها، قديهن عندهم إمكانيات ليقدروا يبدعوا، قديهن مسؤولين تجاه بلدهم وتجاه مجتمعهم، وقديش سواء كانوا ببلدهم أو سواء كانوا بالخارج قديشن معنيين بالعودة أو بالانتماء أو بالدعم أو بالتفاعل مع أهل بلدهم. فالشي اللي عم نحاول نشتغل عليه هو قديش نحن قادرين نمكن الشباب ليقدروا مرتبطين بانتمائهم بهويتهم بمعرفتهم لتاريخهم وبمستقبلهم مع بلدهم. طيب ست ماريا، من تاريخ التأسيس وللذكرى الثانية كان في نشاطات وكان في مشاريع كانت موجودة على الأرض، خلينا نحكي عن الإنجازات اللي تمت خلال الفترة الماضية. صممنا برامج المؤسسة كبرامج معنيين نحن فيها بكيف منقدر نوصل ثقافة أو نزرع ثقافة جديدة وثقافة وعي عند هذا الجيل. فعنا كان 5 برامج عمل، برنامج أجيال يلي معني بتمكين وتدريب الشباب، وهلأ منحكي عن المراحل الثلاثة يلي أسسناها، وعنا برنامج الأرض، الأرض يلي هو ارتباطهم هنن بالأرض، قديش نحن قادرين نقربهم للأرض أكثر، للزراعة يلي بتعلم الصبر، المسؤولية، الحب، العطاء، قديش قادرين يفهموا من هاي الأرض قيم جديدة ويعرفوا اقتصاد بلدهم ليقدروا كمان مستقبلهم ينبنى على أهم عنصر اقتصادي في البلد يلي هو الزراعة ومنتجاتها. البرنامج الثالث تراث يلي هو علاقتهم بتاريخهم وقديش ارتباطهم ومعرفتهم لهويتهم وقديش قادرين يبنوا المستقبل من هذا التاريخ ويكونوا فخورين ببلدهم. وهذا الشيء اللي بنشتغل عليه ضمن برامج هنن بيشتغلوا عليه حسية، يعني هنن بيبحثوا عنا مو طلقين. البرنامج الرابع مدينتي والبيئة، علاقتهم بمحيطهم العمراني، بمدينتهم، بالنظافة اللي فيها، بالطبيعة اللي فيها، بالموارد الطبيعية، قديش هن المسؤولين أمام هي الموارد سواء كان لإنتاج الكهرباء، المي وآخره، فقديش معنيين بعناصر ومبادئ التنمية المستدامة. والبرنامج الأخير هو مجتمع سليم يلي هو أي موضوع بخص الشباب بهالمرحلة العمرية بينطرح، هن قادرين يطرحوا مختصين ليناقشوا فيه، يقدروا يستوعبوا لحتى يقدروا يستفيدوا ويتمكنوا. نرجع لبرنامج أجيال. برنامج أجيال أسسنا فيه 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تدريب وتنمية، منفوت فيها على المدارس بين عمر 15 و 18 سنة، يلي هي المرحلة العمرية الحرجة يلي بتتشكل فيها القناعات، بتتشكل فيها الشخصية، هون بتكون الثقة بالنفس. فقديش كل ما خلينا الشباب يكتشفوا ذاتهم، يكتشفوا مهاراتهم، كل ما كانوا أقرب إلى شخصية سليمة ومتكاملة. المرحلة الثانية هي نادي أجيال، بينتقلوا من مرحلة التدريب، من اكتشاف ذاتهم، تطوير مهاراتهم وتعزيز مجموعة القيم عندهم بالمرحلة الأولى، لمرحلة العمل الجماعي.
بيطرحوا مشاريع، بيشتغلوا بطريقة جماعية، بيعرفوا بيمارسوا مهاراتهم والتنوع الاختصاص، فبيبلشوا بيتعلموا على ثقافة تكامل العمل الجماعي. بعدين طبعا هن بيديروا النادي، هن بيمارسوا إدارة الأقسام تبعيتهم، هن بشكل تطوير أو إنجاز المشاريع اللي عندهم إياها. نحن دورنا بيكون داعم فقط. أما المرحلة الثالثة فهي أجيال كوب يلي أطلقناها بأيار الماضي، اللي هي برنامج توجيه التخصصي. برنامج توجيه التخصصي منطلع شباب هذا الجيل على شو عم بيصير up to date حول العالم، المجالات التعليمية التخصصية بالجامعة، الحقل المهني، لأنه اليوم نحن بعالم متغير، فإذا بدنا مستقبل سوريا يواكب هذا العالم فنحن مسؤولين عن أنه نمرر لشبابنا شو عم بيصير تطوير بالمستوى التعليمي التخصصي وبالعمل المهني. بمختلف نشاطاتكم وبالعناوين اللي ذكرتيها حضرتك، بنشوف قيمة الحوار يلي عم تحاولوا تجسدوها اليوم، هذا الحوار مع الشباب، نعلمهم كيف يحاوروا، كيف ما يعني ما يستلموا أو يتقبلوا أي فكرة بدهم ما يقلبوها براسهم يتناقشوا فيها. خلينا نحكي عن بعض النشاطات اللي ركزتوا عليها وعززتوا قيمة الحوار. ممكن رحلة صيدنايا كان فيها تبادل الأدوار بين الأهالي والولاد، خلينا نحكي أكثر عنها. كل سنة بآخر كل سنة بنهاية الصيف بنعمل يومين مثل هيك جمع لكل شيء قدمناه خلال السنة، فمنركز دائما بهاليومين ثلاثة على العلاقة بين الشباب والأهل، لأنه خلال عملنا بالسنة بنكون عم نركز على الشباب وضمن المدرسة، فاليوم لازم يعرفوا الأهل وين وصلوا أولادهم. الحقيقة كان عنا مرحلتين من العمل مع الأهل بسنة الـ 21 السنة الماضية. عملنا تبادل أدوار بين الشباب وأهلهم، فالشباب أخذوا دور الأهل والأهل أخذوا دور أولاد ومثلوا لنا، وكل واحد سحب كرت لمشكلة ممكن تصير بالعائلة، فهن دوني مثلوا هي المشكلة كيف بيحلوها أو كيف كل واحد بيتعامل مع أولاده بالحالة الطبيعية وشو ممكن يكون الحل. فلقينا أنه بلشوا يفهموا الأولاد وجهة نظر أهلهم بالتدخل، وبلشوا يفهموا الأهل رغبات الأولاد وثورة الأولاد بهاي المرحلة العمرية، لأنه بيثوروا على كل القيم والتقاليد والأنماط الاجتماعية العادية، وبيبلشوا بيفوتوا بعالمهم الخاص لأنه صاروا يفهموا، وربما بهنن بالنسبة لهم بفهموا أكثر من أهلهم، فهون بيصير دائما صراع. هون عفوا جسدتوا مقولة أنه حط حالك محلي، يعني أكيد. إحنا بنحكيها بالعامية أكيد. حط حالك محلي أكيد. فهون ساعدت يمكن بالعامية أكيد الأدوار. فطبعا الشيء اللي تقدم بين الأولاد والأهل يعني على قد ما أنه بيعلم الطرفين. كيف كانت ردة فعل الأهل؟ يعني الحقيقة سألنا الأولاد بعدين كيف يعني شو استفدتوا من التجربة، قال يعني جزء منهم قالوا لنا أهلنا صاروا يتعاملوا معنا بطريقة أفضل، فيعني التعليم للطرفين بيكون يمكن فهموا وجهة نظر كانوا كتير مغيبين كانوا عنها أكيد. وعززنا مبدأ الحوار والحل المشترك، الشراكة بالقرار بين الأهل والشباب. وبالمرحلة الثانية جبنا مختصين بالعلاقات العائلية وعلاقة الشباب بالأهل والمراهقين بشكل خاص، معروف طبعاً دكتور رائد محسن من لبنان، فتدخل على عدة مواضيع حساسة أحياناً ما بتكون تناقش بشكل سليم بين الطرفين، أحياناً بيكون في يعني ممارسة غير أيضاً سليمة بتوجيه الشباب، يعني مثلاً أنا لازم أقول لأبني لازم تجيب علامة عالية، لا بجوز هي إمكانياته، فقديش لازم أتعاطى مع الشباب لحتى أعطيهم التشجيع الكافي لي يقدروا يجيبوا أفضل ما يمكن، مو كسر مثلاً من معنوياتهم. يعني هي واحدة من تكون القصة. هي واحدة من الأمور اللي بتنطرح. فالحقيقة عدة محاور حساسة جدا لحتى نقدر نبني شخصية سليمة عند الشباب. طيب
اليوم اي مؤسسه ان كان حضرتكم او المؤسسات الثانيه، خلينا نحكي عنكم بشكل خاص اليوم، كان عندكم اهداف حققتوها وانجازات على الارض موجوده، لسه في للحلم بقيه اكيد يعني، ولكن انتم بحاجه للدعم كرمال توصلوا لاهدافكم، خبرينا اليوم انتم لشو بحاجه بشكل عام؟ المؤسسات اليوم بحاجه للدعم المادي المعنوي؟ اولا بكل تاكيد الدعم المادي مطلوب، ولما بنحكي على الدعم المادي هون بنعزز المسؤوليه الاجتماعيه عند رجال الاعمال، عند الشركات، عند المستثمرين، كل من يستطيع ان يتحمل مسؤوليته الاجتماعيه من بنوك، من مؤسسات كبيره، يعني اليوم تحمل المسؤوليه الاجتماعيه عند هي الفئه هو بدعم بامكانيات سواء كانت ماديه أو لوجستية لكل المؤسسات اللي عم تشتغل عمل تنموي. وطبعاً لما بنشتغل نحن بعمل تنموي للشباب، يعني نحن عم نعد 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة، لأنه نحن عم نبني جيل جديد. هذا الجيل لما بنزرع فيه ثقافة جديدة، هالثقافة بتكبر بالتدريج، فما بنقدر نلس نتائجها إلا لبعد فترة طويلة، يعني هذا مشاريع طويلة الأمد، وبالتالي بدها بالتأكيد دعم طويل الأمد وله استدامة. طب خليني أسألك عن دور المغتربين اليوم، في دور للمغتربين السوريين ضمن المؤسسات السورية؟ بكل تأكيد، والحقيقة يعني واضح تماماً قديش في عنا دعم سواء كان معنوي أو ما بدي أقول مادي بشكل المادي، ولكن بشكل تأمين إمكانيات أحياناً لوجستية من المغتربين السوريين. في متابعة فظيعة من قبلهم من برا للمؤسسة، في تواصل معنا، في حب المعرفة، قديش قادرين يقدموا لنا عن بعد. يعني النقطة المهمة هي الربط بين البلاد تماماً، حتى لو انه هنن خارج البلد. وما ننسى انه اليوم في مغتربين سوريين، بفترة الحرب كان في كتير من العائلات السورية يلي طلعت خارج البلد، صار في شباب سوري ما عنده اطلاع على شو عم بيصير داخل البلد، فهي واحدة من الامور والتحديات يلي ممكن انه نقدر نشتغل عليها لاحقا، قديش قادرين نعمل تبادل حوار ثقافي امكانات ما بين السوري، الشاب السوري داخل البلد بين خارج البلد، ليقدروا يتعرفوا على شو عم يتبادلوا، إن كان بمعرفة أو إن كان بينقلوا تاريخهم في الداخل. واليوم في عنا مشروع للشباب بيقوموا فيه ليقدروا يركزوا على ثقافتهم، تراثهم، الفنون اللي عندهم، ويقدروا يلوها عبر منصات إلكترونية، وهذا قديش بيفيد شبابنا برا. فبكل تأكيد نحن بحاجة لكتير دعم على كل المستويات بما فيهم المستويات الرسمية، وطبعا مشكورة وزارة التربية وسيد وزير التربية على الدعم الكبير يلي عم بيأمنه لتطور برامج المؤسسة دخول على المدارس أو بالبرامج الثانية يلي كان فيه إلها كمان شركاء كتير، مثل التوجيه التخصصي سواء من رئاسة جامعة دمشق أو من مجموعات ومؤسسات أخرى تنموية أيضاً تستهدف الشباب. فبكل تأكيد يعني اليوم ما في حدا بيقدر يوصل رسالة لحاله إذا ما كنا كلياتنا عم نتحمل هي المسؤولية والمشاركة الجماعية. كتير مهم هدول الفعاليات والمؤسسات، وخاصة نحن بظروف الحرب، يعني هي خلقت خلينا نقول لترمم جراح شباب وأحلام كتير لشباب. يعني للأسف يوم صرنا نشوف الهجرة صارت والسفر يعني هو طموح كل الشباب، فاليوم هون دوركم، نحن ناطرينكم بنتائج كتير حلوة. يعني بكل تأكيد خليني ركز هون على نقطة مهمة، اليوم التكنولوجيا الحقيقة أسقطت الحواجز بين الدول، فاليوم ما عاد بدنا نفكر انه يلي بده يسافر معناتها ما عاد يرتبط ببلده، لا، بيرتبط لما بنعرف نربطه قيميا وبثقافته. فاليوم ما فينا نقول له فيك تطلع ولا ما فيك تطلع، بس فينا نفتح له امكانات داخل البلد، واحد فينا نعرفه على امكاناته الابداعيه وقدراته ليقدر يبدع وين ما كان، اثنين فينا نترك هالمجال المفتوح بينه وبين الخارج ليقدر يتعلم
ويكتسب المعرفة في المتطورة في أماكن معينة يعني حتى عبر التكنولوجيا. صحيح، هو موجود هون وقادرين نأمن للي موجود برا ربط مع الداخل. نعم. فقديش نحن قادرين نشتغل على هيدا الموضوع، هذا الحقيقة واحد من التحديات يلي لازم نشتغل عليها. لساتكم مثل ما بيقولوا بالبداية وأستاذ الهمة عالية، بنتمنى لكم كل التوفيق بنشاطاتكم القادمة والسنة الجديدة تكون كلها خير وتحققوا فيها كل الإنجازات اللي بتكون إياها. شكرا كثير. نشكرك لوجودك معنا السيدة ماريا سعادة وحضرتك رئيسة مجلس أمناء مؤسسة هنا هويتي. شكرين كثير. شكرا لصباحك وانتم قد التحدي، بنتمنى لكم كل التوفيق. ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا. ان شاء الله. رشا رح تنتقل لمحطة جديدة من محطات صباحنا غير برعاية جامعة دمشق واتحاد الكتاب العرب والاتحاد العام للحرفيين. أقيم مؤتمر بعنوان الحداثة والتجديد في التراث العربي في مدرج المؤتمرات ببرج التعليم الجديد. كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة برفقة زميلتنا جين سليمان. برعاية جامعة دمشق واتحاد الكتاب العرب مجلة التراث العربي والاتحاد العام للحرفيين انطلقت فعاليات مؤتمر الحداثة والتجديد في التراث العربي، وذلك ضمن مدرج المؤتمرات في البرج التعليمي الجديد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبالتعاون مع جامعات سورية وعربية منها الجامعة اللبنانية، حيث تم تكريم 10 حرفيين محافظين على التراث الحرفي وغير المادي. ملتقى بيجمع المثقفين والحرفيين، الحرفيين تعرفي في منهم شريحة من الوسطاء، في عنا شريحة كبيرة مثقفة. هذا الملتقى بيجمع لحنا منتبادل الخبرات، خبراتها اللي لحنا بناخدها من طالب الجامعة أو عميد الكلية أو دكتور بالجامعة، ناخد خبرة علمية منه، ممكن الحرفي بيستفيد بهذا الملتقى، وبنفس الوقت بيعطي كمان هو إبداعه الحياة العملية مع الحياة اللي هي فيها تكنولوجيا وتطور، بيفيدوا بتطور الحرف اليدوية مع الحفاظ على التاريخ المجد، تاريخ الآباء، تاريخ الأجداد، إنه كيف هذا التاريخ تبعنا منحافظ عليه، ما في مساس على الهوية الحرفية التراثية. باحث بالتراث هو عم يبحث عن قطعة اللي ناقصته بالمتحف تبعه، عرفت شلون؟ هذا التراث الموروث عن الآباء والأجداد. القديمة كان الكنية على المهنة وكل قطعة لحكاية يعني. سبحان الله، نحن دائما بكل لقاء تلفزيوني بقول لهم يكون بالبيت بدمشق يكون في عنده زاوية بالبيت، يعني قطع انتيكا كلياتها وجامع عم يحتفظوا فيها كلياتها، القطع كلياتها للاولاد والاجيال كلياتها يعرفوا شو هي قطعه وشو تاريخها، يعني كل هذا نحن ايام طفوله نحن كل استعملنا القطع كلياتها. انا مهنتي بلشت فيها من لما كنت بالابتدائي، كنت روح بالصيف لعند اخوالي اشتغل عندهم، كان عندهم ورشه، فتشربت المصلحه من انا وصغير. طبعا صار عندي ورشتي الخاصه بعد فتره لما صار عمري 17 18 سنه، تعرضت بعد الحادث سقطت بالمسبح، صار معي شل واعي، توقفت عن العمل لفتره، رديت رجعت اشتغلت، بنيت الورشه من اول وجديد. يرافق المؤتمر معرض شامل نوعي يستمر لغايه 20 من تشرين الحالي لعشرات الحرف التقليديه اليدويه من لوحات وتراث سوري يعبر عن اصاله الحرفه وارادتها. وقبل ما نكون بباقي فقرات صباحنا غير لليوم، خلونا نكون بموجز لأهم الأخبار لليوم مع زميلتنا شيرين. يسعدني صباحك يا شيرين. صباح الخير رشا، صباح الخير نيرمين. مشاهدينا موجز أهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. انطلقت في إطار المؤتمرات بدمشق أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين. أعمال الاجتماع الذي سيعقد على مدار 4 أيام تتضمن جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجان الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الإنسانية الأخرى. هذا وتعقد لقاءات سورية روسية مشتركة في دمشق وعدد من المحافظات تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والإدارة المحلية والاقتصاد والتعليم والطاقة والإعلام والثقافة، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة.
اليوم السابع على التوالي وصل الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة نابلس بشكل كامل بعد إغلاق كافة الحواجز والطرق المؤدية للمدينة. الحصار محاولة من الاحتلال لردع المقاومة في المدينة، وعلى رأسها كتائب نابلس وعرين الأسود في أعقاب العملية الأخيرة التي أدت لمقتل أحد جنودها في عملية إطلاق نار الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال واصلت إغلاق حاجز حوارة وحاجز بيت فوريكا، ما منع المواطنين في منطقة المسعودية من الدخول أو الخروج منها. انطلقت اليوم تدريبات الردع النووي لحلف الناتو والمقررة مسبقا بمشاركة 14 دولة وما يصل 60 طائرة عسكرية، وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري. وبحسب بيان للحلف فإن المناورات ستجري فوق شمال غرب أوروبا في المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا، وكذلك فوق بحر الشمال، ولن يتم استخدام الأسلحة القتالية في التدريبات. وتفيد وسائل الإعلام البلجيكية بأن قاعدة الجو الملكية كلان بوريغل في مقاطعة ليمبورغ ستصبح مركز التدريبات. وبحسب التحالف البلجيكي ضد الأسلحة النووية فإن رؤوس حربية نووية أمريكية توجد هناك، فيما لا تؤكد السلطات الرسمية هذه المعلومات. مشاهدينا، والآن ننتقل إلى قصر المؤتمرات بدمشق لنقل وقائع انطلاق أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك مع مفيد حيدر مصطفى. إليك حيدر. أهلا بك شيرين. انطلقت صباح اليوم في قصر المؤتمرات بالعاصمة السورية دمشق أعمال الاجتماع الخامس لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين بحضور عدد كبير من المسؤولين الروس والسوريين في إطار هذا الاجتماع الدولي. يحصل تقريبا كل 6 أشهر في العاصمة السورية دمشق، ويضم اجتماعات منفصلة لعدد من اللجان السورية والروسية للهيئات الوزارية والجهات السورية والروسية. الآن يعقد اجتماع ما بين وزارة الطاقة الروسية وأيضا وزارة النفط السورية. سيكون هناك اجتماعات أيضا ما بين ممثلي عن جمهورية القرم ووزارة التعليم والبحث العلمي السورية، وأيضا بين جامعة ريازان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا. العديد من الاجتماعات ستعقد اليوم، نحو 12 اجتماعا سيتم عقدها في قاعات قصر المؤتمرات في دمشق، وهذه الاجتماعات ستستمر لمدة 4 أيام حتى اجتماع الهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين الروسية والسورية، والتي ستعقد يوم الخميس في ختام أعمال هذا الاجتماع الخامس. كان الاجتماع السابق قد حصل في 16 من حزيران الماضي، ويعني ناقش العديد من القضايا على المستوى الوضع الداخلي في سوريا، وناقش كيفية تعزيز التعاون ما بين الهيئات الوزارية الروسية والسورية لتحسين التعاون ما بين الهيئات الحكومية، وأيضا توقيع المزيد من الاتفاقيات، ويعني توطيد كل الإمكانيات ل يعني دعم الهيئات الحكومية السورية. أيضا سيكون هناك اجتماعات ما بين هيئات حكومية مالية روسية، وأيضا المصرف المركزي في سوريا، وأيضا هيئة مكافحة غسيل الأموال، والعديد من الجهات أيضا ستكون متواجدة خلال الأيام الأربعة هذه لبحث توقيع اتفاقيات جديدة، وأيضا يعني إجراء المزيد من الحوارات والنقاشات حول تعزيز التعاون. أيضا سيكون هناك اجتماع اليوم ما بين وزارة الصحة الروسية ووزارة الصحة السورية لعقد المؤتمر الطبي الروسي السوري الأول طرق ابن سينا، وغيرها من الاجتماعات ستعقد اليوم. جدير بالذكر أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف كان قد وصل في الأمس إلى سوريا على رأس وفد كبير يضم أعضاء من مجلس الدوما الروسي وممثلين عن رئاسة الشؤون أو وزارة الشؤون وزارة شؤون الرئاسة الروسية لحضور هذا المؤتمر، وأيضا عدد كبير من المسؤولين الآخرين. على هامش هذا المؤتمر أيضا سيكون هناك تقديم مساعدات روسية كما تجري
عاد للسوريين أو للعديد من المناطق السورية، من بينها محطتين كهروضوئيتين سيتم تقديمها إلى كل من مدينتي معلولة وصيدنية بحضور بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق يوحنا العاشر يازجي. هذا كل شيء حتى الآن، سنتابع معكم بطبيعة الحال خلال الأيام القادمة وقائع هذه الاجتماعات للجان التنسيقية الروسية والسورية. نعم حيدر، شكرا جزيلا لك، سنكون معك في كل جديد. والآن مشاهدينا نعود لرشا لمتابعة فقرات صباحنا غيره. عودة إليك رشا. شكرا لك شيرين، وأكيد شكرا لزميلنا حيدر. أما نحن مكملين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم، وصلنا لفقرة يمكن الأمهات كتير تهتم فيها، حكاية قبل النوم. صحيح، مثل ما قلتي رشا، حكاية قبل النوم، ورح نضوي خلال مساحتنا الحالية على جانب من جوانب معرض الكتاب السوري. مثل ما بنعرف نشاطات المعرض هي عم تكون متنوعة، بين عروض سينمائية، بين حفلات توقيع، والعناوين الكتب يعني عم تكون مختلفة. ضمن مساحتنا رح نحكي عن العناوين المتخصصة والموجهة للأطفال، وأكيد بيسعدنا نرحب بالكاتبة سيرة شكر، وهي متخصصة في مجال الكتابة للأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير. قد ايه اليوم عالم الطفوله متعب حتى بالكتابه؟ يعني نحن بنقول هذا الطفل صغير، يعني انه ما فينا نحن نضحك عليه، ولكن هو السهل الممتنع، يعني شعله ذكاء بالنهايه، فكتير في بحاجه لخبرات لقدري تتعاملي معه صح. قبل ما نفوت بتفاصيل الكتابه، خلينا نحكي اليوم عن المعرض وعن الكتاب اللي كان موجه للطفل ضمن المعرض. هلا نحن المعرض اول شيء بنستناه من السنه للسنه، هو فعاليه رائعه بالنسبه لنا وبالنسبه للاهل وبالنسبه لحتى يعني لكل فئات المجتمع. وفي بمعرض الكتاب مساحه واسعه للطفل هي السنه، يعني انا عم شوف هي السنه اكثر من دور، اكثر من دار نشر مختصه بكتب الاطفال والوسائل التعليميه. صراحه يعني شيء رائع لما بنشوف احنا الشيء رائع لما بنشوف الاهالي جايين خصوصي لمعرض الكتاب ليدوروا على قصص او ليدوروا على كتب تعليميه لاطفالهم. الاقبال جيد الحمد لله، يعني ما كنا متوقعين هيك، يعني سنه عن سنه عم نتفاجئ بالاقبال عن السنه اللي قبلها، وكل سنه عم تكون مشاركه مميزه عن السنه اللي قبلها الحمد لله. هي ايجابيه نيرمين، احنا بعصر الميديا والانترنت صرنا نروح للمواقع الالكترونيه كرمال نقرا قصه، او حتى الاطفال يعني بيعملوا بيمسكوا الموبايل استغنوا عن الكتاب، ولكن اليوم عم تقولي لنا الاقبال كان جيد، خلينا نقول بشرة خير هي انه رح نرجع اليوم للكتابه وللورق. الحمد لله، حتى الاهالي عم يدوروا عن شيء يبعدوا اطفالهم عن التكنولوجيا والموبايل. انا برايي يعني عم شوف انه الكتاب مرغوب للطفل هلا اكثر، لانه صار الموبايل شيء متداول دائما. صحيح. هلا الكتاب صار شيء غريب، فعم يلاقي شغله حلوه، يعني مثل عم يحسوا لعبه. وحتى توقيت المعرض هو يمكن مناسب مع عوده، يعني صار له فتره عوده اي المدارس رجعت، فالطفل رجع للالتزام للكتابه، رجع للقلم، فوجود هذا القصه قبل النوم او الكتاب يمكن بتصور صارت محببه اكثر. فسحه له جاي على المعرض، صارت انا عم شوف الاطفال يعني مثل رحله عم يحسها الجاي على المعرض. سميره خلينا نحكي عن كتبك او مؤلفاتك خلال عام 2022. عناوين اساسيه هي المكتشف الصغير، سلسله فيها حوالي 24 كتاب، عندك ايضا تصبح على خير، وعنا تعلم حروفي مع الحركات، وهي كلها عباره عن مجموعه من المؤلفات. خلينا نحكي عن كل عنوان او مين الفئه العمريه المستهدفه. هلا المكتشف الصغير هي عباره مثل ما قلتي عن 24 كتاب، ثلاث مجموعات. المجموعه الاولى اسمها كلماتي الاولى، اللي هي كلمات اللي بيستخدمها الطفل اول ما يبلش يحكي، لازم بده يعرفوا على كيف بده يعبر عن مشاعره، عم يتعلموا مثلا الارقام. السلسلة الثانية هي العالم من حولي أو أشياء من حولي، هي عم بعرفه على الأشياء اللي موجودة بالبيت، بالشارع، بأغراضه الشخصية. المجموعة الثالثة هي المجموعة المميزة للمكتشف الصغير، اسمه حياتي اليومية. هو مستهدف لعمر من 3 سنين ل5 سنين، هي عبارة عن مجموعة قصص حتى يقدر يتصرف بسلوكياته الأولى، مثل مثلا أنا بدي أعلمه كيف يدخل المرحاض، كيف بده يكون صداقات جديدة، كيف بده يكون يتعرف على أفراد العائلة. كمان هو المجموعة الأخيرة هي عبارة عن 8 كتيبات. تمام، رح نحكي أكثر، نرجع نحكي أكثر عن هيئة العناوين، ولكن خلونا نروح لجولة قصدتها كاميرا صباحنا غير ضمن أروقة المعرض ورصدت آراء المواطنين، خلينا نتابع.
المشاركة بالمعرض بتهدف بشكل أساسي لمسألة الترويج للكتب أكثر ما يمكن. يعني حاليا الملاحظ تماما أنه معظم اللي بيقتنوا كتب بيقتنوها من المعرض وليس من المكتبات. المكتبات صار أنه الحاجة والضرورة أنه نعمل بحث بالمكتبة حتى نلاقي، بس الاهتمام الأساسي هو بالمعرض. فهو منفذ ونافذ مهم جدا لدور النشر للتلاقي مباشرة مع المقتني، مع المشتري، مع المواطن، أنه يشوف الكتب اللي بديها، نعرض له آخر الكتب عنا، شو آخر شيء مطبوعات إنا، نشوف شو ملاحظات إذا عندهم ملاحظات مباشرة معنا. نحن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا متخصصين بعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي بتخرج مهندسين بمجالات مختلفة المعلوماتية والاتصالات والنظم الإلكترونية وعلوم هندسة المواد. كتبنا متخصصة لدعم العملية التدريسية لطلاب المعهد وطلاب الكليات العلمية بشكل عام بجامعة سورية، سواء الكليات الهندسية أو كليات العلوم. هاي التظاهرة الثقافية كتير مهمة إلنا نحن كمثقفين، وكتير مهمة لكل شرائح المجتمع، بأن الثقافة هي اليد العليا دائما واللي لازم نكون إحنا تحتها وتحت لواءها. إحنا بضمن اتحاد العام للصحفيين والكتاب الفلسطينيين إن هون جناح متواجدين فيه، ودائما بكل سنة إن تواجد ضمن معرض الكتاب. نحن سنويا من زوار المعرض بيجي بلاقي يعني كتير شغلات حلوة خاصة للأولاد، وفي أفكار حلوة يعني للأطفال الصغار، لليافعين، روايات عالمية، في شغلات كتير يعني هاي هواياتنا هاي المدور عليه. مشاركتنا دائمة طبعا، مو أول مرة. في عنا ببلش نحن من تلوين، حتى التلوين فيها وسيلة تعليمية للطفل مثل أحرف عربية أو الإنجليزية أو كذا، ومترجمين لها عربي إنجليزي فرنسي. باقي الكتب طبعا بتحكي مثلا عن نشرح قصص الأنبياء، في شيء ديني، في شيء عن تعليمي، بنفس الوقت أكتب وامسح قرآني جزء عام عاملينه كمان مشان ولدي يتعلم. عاملين كتب أرقام بنفس الوقت إعداد وهيك مشان ينتشئ الولد بالبيت، هو بالبيت بعمر مبكر يعرف أنه يكتب حرف الألف من الباء لكذا ولا آخره من الترتيبات الآتية يعني. وطبعا غير القصص منوعة من عمر 3 سنوات وما فوق. سميرة، نحن وقت اللي بنمسك نكتب شيء للأطفال في عناوين عريضة مفروض نحن دائما ننتبه إنه نحن ما نتجاوزها، وناخذ بعين الاعتبار عمر الطفل، سلوكياته، البيئة والمجتمع. خلينا نحكي عن العناوين اللي أنت كتير بتنتبه عليها خلال الكتابة. هلا اول شيء مثل ما قلت انا بدي انتبه للفئة العمرية، يعني انا بدي لما بدي اكتب من العمر من 3 إلى 5 سنين غير لما بدي اكتب من عمر 7 سنين ل8 سنين. صح. بدي راعي التفكير الطفل. هلا هي كتابة للطفل مثل ما قلت هي سهل الممتنع. بدي شبه اللي بيكتب للأطفال مثل طبيب نفسي، بده يدخل لأعماق الطفل لحتى يعرف هو شو بده، شو احتياجاته، شو الشغلات اللي انا لازم علمه اياها، شو بيحتاج انا هلا، السلوك الجديد اللي انا بدي اعمله. ومثل ما قلتي هذا الجيل غير الجيل، غير جيلي انا، غير جيلنا اللي احنا، يعني اللي بده اياه هلا غير اللي بده اياه. باي قصه يعني؟ ايه تمام. عن تجربه يعني؟ ايه تمام. صعب كثير تقنعيه باي قصه، حتى صعب بدك تقنعيه بالقصه، وبدك تكوني بسيطه يعني، بدك توصي له الهدف او السلوك باسلوب بسيط، وحتى المفردات بدك تختاريها بعنايه. مشان هيك يعني مثل ما قلتي هو صعب، بس اللي بيحبه لما بيحد بيكتب بحبه بيكتب بصدق فبتوصل. يمكن تنتبه كثير لقصة الألوان، الغلاف، العنوان، كيف حد هو يعني أول شيء نحن بيلفتنا العنوان. تصبحي على خير. ايمتى انا بدي لها لانجلي تصبحي على خير بتنام؟ هلا تصبح على خير هو بيحمل يعني بيحمل اكثر من معنى. اول شيء تصبح على خير لانه هي حكايات قبل النوم، وثاني شيء تصبح على خير لاني انا بنهايه كل قصه عطيته للطفل مثل شوية تفاؤل،
وشوية شغلات يفيق عليها مبسوط. يعني أنا بيعطيته بآخر القصة مثلا أنا بكرة شو بدي فيق أعمل، أنا بكرة رح يكون صباح حلو أو مو حلو. صحيح، عشان هيك اسمه تصبح على خير. شوف إيش الألوان نيرمين شو حلوة، يعني نحنا بتجذبنا كمان هدول الألوان، يعني بنروح بنشوفهم يعني ضلمت عليهم بطفولتنا يعني. بس نحن على دورنا كانت ليلى والذئب، كان الخراف الخمسة كانوا نفسهم. هلا لا في كثير، في كثير هلا هي مثل تصبح على خير، هي قصص خياليه بس خيال جدا لطيف، مثل الطفل عم يحكي مع نجمه، او في جنيات سعاده هي بتدور على وين بدها تعمل الخير. تمام، خلينا نحكي عن خصوصيه اليوم اللي عم تكون بكتبك بايصال المعلومه. يعني اذا عم نقرا العناوين، تعليم الارقام، تعليم اشياء الخاصه، افراد عائلتي، انت مخصصه لكل شغله برايك انه الطفل لازم يتعلمها هو الكتاب. خلينا نحكي عن كيف اليوم بيتم تحديد هاي المهارات او المواضيع اليوم اللي انا لازم اعلمها للطفل حسب الفئه العمريه. هلا مثل ما قلت انا من عمر 3 إلى 5 بدي اعلمه اول شيء الشغلات اللي حواليه، هو مثل ما انا مسميه الكتاب، هو مكتشف صغير، هو طالع على عالم جديد بده يعرف شو اللي حواليه. هلا الارقام انا ما فيني اعلمها، مثلا بدي فوته على المدرسه حتى يتعلم ارقام، انا فيني اعلمه اياها من قبل، حتى طريقه الارقام عملتها بنجوها، هي العدة على الاصابع. يعني اذا بتفتحي الكتاب بتبين الايد وبتبين انه هو عم يعد على الاصابع، هي انا فيني اعلمه اياها من عمر 3 سنين قبل الكتابه، لانه انا بدي اذا بدي مسك الطفل القلم من عمر 3 سنين رح يكره الكتابه. اول شيء في عضله الايد بتنوجع، حتى هون معلمتي تعليم الطعام باليد. تمام. يعني عن طريق الكتاب بده يتعلم، عن طريق القصة. عن طريق القصة. هون في طفله اسمها تالا بصير معها مشكله وهي عم تاكل بايدها، بس بعدين بتتعلم لحالها، بتكون معها ماميتها بتعلم لحالها. هي سلسله كثير حلوه، انا كثير بحبها حياتي اليوميه. معلمته فيها الطعام باليد، معلمته فيها دخول المرحاض، معلمته فيها كيف يحب الحمام، كيف يكون صداقات، كيف اذا اجى لعنده ضيف جديد، لانه معنا نحن مع الطفل اذا اجى لعنده ضيف جديد بيطلع كل مواهبه. لا تقلي اول شيء بيطلع كل مواهبه، ثاني شيء بجوز يتخانق مع الطفل الجديد اخذ له العابه او شيء، لازم اعلمه هي انه لا هو طفل هو صديق لإله، ضيفك بالنهايه ورفيقك. اليوم الاهالي وقت اللي دخلوا على المعرض وشفتي عم تشوفوا الكتب العناوين، لوين راحوا اكثر شيء؟ يعني شو حتي اليوم الاهالي عم بتدور على شو؟ هلا اكثر شيء انا عم شوف انه عم يطلبوا الشغلات التعليميه اللي هي عم تساعد، خليني اقول الروضات او الفئات، الفئه الاولى والفئه الثانيه عم تساعدهم بالمنهاج تبع الروضه. ممكن عم نهتموا شوي باللغه العربيه والقصص قبل النوم. هي ذكرتي قصه اللغه العربيه، اليوم عم شوف هذا الكتاب لتعليم الحركات بالحركات الكلمات، يعني أخذتيها بطريقة ظريفة، الكسرة الضمة، يعني عن طريق كمان هيك قصة كمان. هي عبارة عن جمل بسيطة وأنا مضوية بقلب الجملة على الكلمة اللي مشكلة، بدي أحكي عن الكسرة ومضوية بس على الكلمة اللي فيها الكسرة والحركة مشكلتها ب. هون عم نحكي من 5 سنين بتصور لسبع أو 8 سنوات أو ممكن حتى بس يفوت على المدرسة بالصف الأول بيعلموه الحركة الفتحة والضمة، هون بيعززها يعني بيتعلمها بالمدرسة، هون بيجي بيحفظها أكثر للحركة. طيب سميرة اليوم في تكلفة مادية، نحن عم نشوف أمبلات كتير حلوة، ألوان، طباعة، اليوم شو زعجتك؟ ذكرتك بمساتك؟ أكيد في تكلفة. خليني أحكي اليوم أنت كيف قادرة اقتصادياً، يعني عم بيكون البيع يعني يغطي التكلفة أو لا؟ هلأ نحن عم نحاول بخاصة بمعرض الكتاب أنه نوصل الكتاب لو بسعر التكلفة حتى يوصل لأكبر عدد من القراء، لحتى نحن نقدر نساعد كل الأطفال يوصلون للكتاب. التكلفة مثل ما عم تقولي خاصة بهي الظروف الاقتصادية عم تكون عالية شوي، بس نحن عم نحاول الربح يكون قليل لحتى يقدر يوصل الكتاب يعني كل شرائح إن شاء الله بتوصل كل قصصك لكل الأطفال والأهالي. يعني كمان نحن بنستمتع اليوم بالقصة وقت اللي بنقراها للطفل، يعني حتى نرجع منحن للقصة، بتعيش الجو يعني. أكيد. خلينا قبل ما نختم نعرف العناوين اللي رح تشتغل عليها مستقبلا. هلا أنا عندي سلسلة اسمها هي تابعة على المكتشف الصغير، بس ما حسميها المكتشف الصغير، بدي أعلمهم صفات الحيوانات، مثلا كل حيوان صفاته الشكلية ومع الصوت. أنا هلأ في حتى تصبح على خير في له كيو آر صوتي، حتى إذا الطفل ما له أنه كتير خلق للقراءة فبيتصور الكيو آر الصوتي بتطلع له القصة عن طريق الصوت. هذا الشيء اللي عم نشتغل عليه هلأ، فيها لوسائل النقل شيء جديد، في تعليم الصلاة، عمل لوحات كبيرة، كتاب عبارة عن لوحة كتير كبيرة وكتير ملفت لتعليم الصلاة، وفي عندي
بدي اشتغل شوي على اللغة العربية اكثر. بالختام اكيد بدنا نشكرك اليوم لوجودك معنا الكاتبه سميره الشكر المتخصصه في مجال الكتابه للاطفال. شكرا كثير. شكرا سميره وصبك حلو على طول. شكرا نورتينا. شكرا كثير. ورح نبقى رشا بعالم الكتاب ورح نروح الى محافظه الحسكه حيث استضاف المركز الثقافي العربي حفل توقيع ديوان الشعر رفه نبض للشاعره الشابه ولاء الزبيدي. تفاصيل مع احمد الحمدوش. المركز الثقافي العربي في مدينة الحسكة استضاف حفل توقيع ديوان الشعر رفة نبض للشاعرة الشابة ولاء الزبيدي، والذي نظمته مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية. اليوم تشاركيتنا هي مع جمعية صفصاف الخابور وأيضا التشاركية الدائمة مع اتحاد كتاب العرب، واليوم نشاط جديد وهو يعني احتضان احدى الاديبات الشابات وهي من نتاج نادي الشبابي الادبي الذي يقام فيه مركز ثقافي مهارات الحياه. الشاعره الزبيدي اكدت ان الديوان احتوى جزءا من كتاباتها الشعريه وحاولت من خلال قصائدها تنويع المحتوى والمواضيع. ديواني هو عباره عن انتقيت فيه مختارات من كتاباتي بعض القصائد واغراضها متعدده يمكن للقارئ ان يدركها. مواضيع وجداني تأثر في الطبيعة وانعكاساتها الحسية في داخلي. للأسف أنا من يتأثر بتساقط الخريف بنزول المطر، أعتبر أنه بكاء للغيوم وحزن. الباحث والناقد أحمد الحسين قدم أثناء حفل التوقيع دراسة نقدية موجزة عن ديوان رفة نبض، موضحا أن الشاعرة استطاعت عبر قصائدها أن تعبر وتترجم الأحاسيس وتنقل الأفكار وتجعل الحياة غنية. الشاعرة ولاء الزبيدي تكتب القصيدة الشعبية أو ما يمكن أن يقال النبطية، وهي شاعرة متمكنة من أدوات شعرية من حيث اللغة، من حيث التراكيب، من حيث الصور، تمتلك إحساسا شعريا دقيقا، تنطلق من روح ذاتية حاولت من خلالها أن تصوغ تجارب الآخرين فتعكسها إبداعا شعريا ذاتيا. الديوان ينسب للشعر الشعبي وفنون الشعر التراثي المعروفة في الجزيرة السورية، وتضمن 33 قصيدة منوعة شملت مواضيع عدة اجتماعية وتراثية وشبابية ونسائية وغزلية. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة. كملين بصباحنا لليوم، وصلنا كثير والعديد من الأسئلة والطروحات عبر صفحة صباحنا غير لليوم، عم يسألونا عن الواقع التربوي في اللاذقية. اليوم كرمال نضوي أكثر على هي النقطة ونعرف اليوم شو وضع القطاع التربوي والكادر التعليمي. حيكون ضيفنا عبر اتصال هاتفي الأستاذ عمران أبو خليل مدير تربية اللاذقية. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك على هوا الإخبارية. يسعد صباحكم جميعا وصباح الإخوة المتابعين للإخبارية السورية. يا هلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش أستاذ من أول استفسار ونحكي فيه عن الناجحين المعينين بالمسابقة المركزية. خلينا نحكي عن أعدادهم وين صرنا بإجراءات أهمية هاي الخطوة اليوم برفد الوزارة بكوادر جديدة. الناجحون المعينون بمسابقة وزارة التنمية الإدارية المسابقة المركزية ولصالح تربية اللاذقية في الواقع بلغ عدد العاملين الناجحين 371 مدرس ومعلم ما بين معلم صف واختصاصات كالرياضيات وفيزياء وكيمياء وشريعة وفرنسي، بالإضافة إلى مهندسين. هؤلاء من الفئة الأولى، وعندنا 125 من الفئة الثانية تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة باستكمال أوراقهم لدى المديرية، ونحن بانتظار الموافقة الأمنية في الواقع وتأشيرات الجهاز المركزي لاستكمال الإجراءات التعيين والتعاقد. طيب أستاذ، نحن في كثير من الأسئلة وصلتنا وعم يسألونا عن دعم المتفوقين. اليوم تم افتتاح مدارس جديدة لهي العام، خلينا نحكي عن خطة الدعم من قبل تربية اللاذقية. الواقع هناك خطة لوزارة التربية للتوسع بإحداث مدارس المتفوقين، ونظرا للإقبال الشديد وللنتائج التي حصدتها مدارس المتفوقين على مستوى القطر بالشهادتين الإعدادية والثانوية، عملت مديرية تربية اللاذقية على إعداد دراسة وخطة لاستيعاب
جميع الناجحين وغير المقبولين في مدينتي اللاذقية وجبلة. نحن في اللاذقية وجبلة لدينا مدرستان فقط. اليوم سوف طبعا ثلاث مدارس، اثنين باللاذقية وواحدة بجبلة. اليوم إن شاء الله سوف نعلن عن افتتاح أيضا مدرسة في اللاذقية ومدرسة في مدينة جبلة لاستيعاب جميع الناجحين وغير المقبولين من طلابنا وأبنائنا المتفوقين. تمام، قبل ما نروح للاستفسارات الخاصة يلي وردتنا، خلينا نسأل حضرتك عن الدورات يلي عم تقيم المديرية لرفع سوية المعلمين، شو هي العناوين الأساسية اللي عم بتكون وكيف بتم اختيار المدرسين، أو إذا مثلا مدرس حابب يخضع لهي الدورات هل هو عم يكون انتقاء يعني التسجيل مفتوح ولا لا بتم إرساله من قبل مدارسهم؟ لا، تقوم المديرية طبعا ممثلة بدائرة الإعداد والتأهيل والتدريب، والمركز الخاص فيها تعاون مع دائرة الإحصاء والتخطيط الدولي بتنفيذ العديد من الدورات في كل عام، تدريب على المناهج المطورة، دمج التقانة بالتعليم، وكل ما من شأنه صقل خبرات المتدربين ليصبحوا قادرين على أن يكونوا في ميدان العمل بشكل أفضل. يعني نسعى دائما في وزارة التربية إلى تحسين المخرج وتجويد التعليم، لذلك الدورات مختلفة بالتعاون مع المنظمات الدولية، منها أيضا دورات الحد من العنف المدرسي ودورة إعداد مدربين وهكذا. طبعا كل هذه الدورات كما تحدثنا يصب في تجويد العمل التربوي والتعليمي في مدارس الجمهورية العربية السورية وفي اللاذقية. طيب استاذ عمران، وصلنا استفسار من اهالي طلاب مدرسه الشهيد يوسف فارس، راسلونا من حي مشروع البعث، اليوم عم يحكوا ضمن استفسارهم عن نقل الطلاب من مدرسه الشهيد بديع زيني كدوام ثاني. اليوم الاهالي عم تطالب انه الابناء يبقوا بمدارسهم بمدرسه الشهيد يوسف فارس لانهم اساسا هم سجلوا ابنائهم من بدايه العام ضمن هي المدرسه وكدوام صباحي فقط، فشو رد اليوم التربية على هذا الطرح؟ عندما اتخذنا هذا القرار كما قلت استيعاب جميع الناجحين وغير المقبولين بسبب الشاغر، بحثنا طبعا في لجنة مشكلة في المديرية وليس قرار افرادي، لجنة مشكلة لدراسة هذا الموضوع، درسنا اغلب المدارس في مدينة اللاذقية التي تصلح لكي تكون مدرسة للمتفوقين، وجدنا ببعض ما وضعنا عدة معايير وروائد، وجدنا أن مشروع حي البعث لا يجب أن يكون فيه مدرسة لاستيعاب هؤلاء الطلبة. كان الخيار فعلا على مدرسة يوسف فارس لأنها تحقق كما قلت لك توسع جغرافي في المدينة، وفي جبل أيضا مدرسة أخرى. مدرسة يوسف فارس اليوم وقبل هذا اللقاء أنا اجتمعت بثلة من أولياء أمور التلاميذ في هذه المدرسة وتوصلنا إلى اتفاق يرضي الجميع، يعني هذا الاتفاق يرضي أهلنا، مع العلم أنه كنا طبعا مقررين أن يكون الدوام الابتدائي الصباحي دائما حتى لا يتغير على أبنائنا شيء، ويكون دوام الإعدادي والثانوي كونه أكبر يعني قادرين أن يكون دوام أكبر. بالمناسبة أكثر من 70% من مدارسنا في المدرسة الأساسية هي دوامية. على كل استقبلنا اليوم أهلنا أبناء الحي وتم التوصل إلى اتفاق من شأنه وأن يساهم في خدمة المصلحة العامة وافتتاح هذه المدرسة. ان شاء الله استاذ، ان شاء الله اليوم عن طريق هو الاخباريه صوت الاهالي كلها بيوصل لمديريه التربيه باللاذقيه وبيقدروا يلاقوا حلول تكون مرضيه للطرفين. رح ننتقل ايضا لاستفسار وردنا هو عن مفاضله معهد اعداد المدرسين يلي كانت بمحافظه اللاذقيه، انطلب اختصاص فقط الرياضيات، اختصاصات ثانيه مثل اللغه الانجليزيه والفرنسيه او العلوم ما تم يعني طلبها، وهذا الشيء يمكن سبب شوي احباط عند المتفوقين، وخصوصا ان المعهد من فرصة التعيين. خلينا نقول انه في اليوم فرصة جديدة رح تكون لطلب هاي الاختصاصات، وليش ما تم طلبها؟ بالواقع يعني انا اثمن هذا الكلام واقدر، كلنا نتمنى ان يكون ابنائنا جميعا متعينين بوظائف، لكن انا كرأس هرم في تربية اللاذقية استطيع ان اقدم الاعداد التي احتاج المدرسين ومدرسين مساعدين. يعني انا لدي فائض في مدينه اللاذقيه من اختصاصات مختلفه ما عدا الاختصاصات التي طلبتها، فانا بحاجه في الريف البعيد الى هذه الاختصاصات. يعني المسابقات والمعاهد تبنى على اساس الشواغل، لا تبنى على اساس انه نحن لن نوظف، هذا ليس شأن مجلس التربيه.
طيب استاذ عمران، ايضا من ضمن الاستفسارات اللي وصلتنا عم يسالوا عن باب التقديم على وكاله الاختصاصيه او الساعات، اليوم ايمت حتى تعلن مديريه اللاذقيه عن فتح الواقع باب التسجيل؟ يعني هذا الكلام هو نفسه الكلام اللي حكيناه منذ قليل، استكمي الساعات والوكاله في مدينه في محافظه اللاذقيه تكاد تكون معدومه لوجود الفائض، ما عدا الاختصاص اللي نحن طالبين نفتح معاهد الرياضيات كما قلنا فقط، نحن بحاجة. لذلك تقدم أبناء المناطق بطلبات لوكالة ساعات من خارج الملك، وليس لدينا وكالة في المحافظة، تقدموا وقبل افتتاح العام الدراسي تم ملء الشواغر في المناطق الصغيرة في الأرياف من أبناء المنطقة، وكما قلنا اليوم نحن عم نفتح معهد الرياضيات من أجل أن يكون من داخل الملك المدرسين في هذه المناطق، وكانت حريص الوزارة على أيضا أن يكون المتقدمون هن من أبناء المناطق الشاغرة حقا. تمام. عدة استفسارات اليوم وردت وعم تشترك بالعنوان الرئيسي، هي مشكلة المواصلات اليوم اللي يعانوا منها المعلمين سواء بالريف أو حتى المدرس يلي هو بيضطر يعطي حصة درسية بأكثر من مدرسة. خلينا نسأل سؤال عام، اليوم في إجراء رح يتم اتخاذه لتخفيف عبء المواصلات سواء بتأمين المواصلات أو بدل أو تحديد مراكز العمل، في أي اليوم إجراء رح يتم اتخاذه بالمديرية لحل هاي المشكلة لو جزئياً إذا فينا نقول؟ عملياً الجواب على هذا السؤال مركب، لأنه الحل ليس في يد مديرية التربية لوحده. بالواقع وزارة التربية أول ما أعلنت وسارت إلى هدف هو توطين التعليم الذي يساهم بحد كبير في حل هذه المشكلة، مشكلة المواصلات، توطين التعليم. لكن عندما يكون لدينا كما قلت فائض من المدرسين وهناك حاجات، يعني مناطق تعليمية فيها اختصاص مثلا رياضيات حاجة ولا يوجد في المنطقة رياضيات، تضطر إلى إرسال مدرس من منطقة تعليمية أخرى إلى هذه المنطقة، مما يخرج وينتج هناك مشكلة في المواصلة. لجنة السير في محافظة اللاذقية والسيد محافظة اللاذقية لم يبخلوا أبدا وساهموا وبادروا إلى حل هذه المشكلة، لكن كما تعلمين هي ليست مشكلة محلية، هي مشكلة عامة مرتبطة بالوقود وبالغلاء وإلى آخر ما هنالك. لذلك يجب أن يكون هناك تعاون ما بين المعلم والمدرس وحتى مدير المدرسة، الذي وجهناه صراحة أقولها وجهناه إلى أن يكون يعني أن يكون هناك شيء، لا نقول تساهل، ولكن شيء من المساعدة للذي للمدرسين الذين يذهبون إليه من مناطق بعيدة، يعني ربما يتأخر المدرس قصة لكن يعوض هذه القصة في نهاية الدوام، نوع من المرونة إن صح التعبير. وكذلك كما قلت لجنة السير والمحافظة وتوطين التعليم، من شأن هذه الأشياء أن تخفف من مشكلة المواصلات. أما في موضوع اللي عم نتحدث عنه، موضوع تتمة نصاب المدرسين في أكثر من مدرسة، بالواقع هناك نصاب للمدرس 12 ساعة، يجب يعني أن تكون هذه الساعات موجودة. لا يمكن أنا أن يكون مدرس يعطي 10 ساعات ومدرس يعطي 13 ساعة والراتب هو نفسه والقدم نفسه، لذلك نلجأ إلى تتم اتصال هذا المدرس في مكان آخر قريب، يعني إن كان مدرس علم مثلا، لأنه أنا عم أطرح من أمثلة كثيرة لدينا يعني أكثر الأمثلة، مدرس علوم مثلا يعطي في قريتين، على بيطلع على هاي القرية يومين وعلى هاي القرية يومين، بيكون عنده يوم تفريق، ما عنده التفريق ممنوع، لا يوجد في القانون شيء اسمه تفريق، لكن مراعاة كما قلنا الوضع وحالات محددة فقط ليس بشكل عام. استاذ، كثير في وردتنا اسئله واستفسارات، اليوم الاهالي عم تطالب بفتح روضات ضمن المدارس، وعم مثل ما قالوا انه هن عم يتحملوا انه ياخذوا اولادهم على روضات بعيده عن سكنهم، بالاضافه لازمه المواصلات، اليوم في شيء خطوات لافتتاح هيك مدارس ضمن روضات ضمن المدارس، او الخطه ممكن تكون بعيده شوي؟ سابقه وليست حديثه، يعني في اطار الاهميه لهذا الموضوع، وزارة التربية دائما وأبدا تحاول أن تعد جيل سليم وصحيح يضمن الصحة والسلامة والتهيئة لدخول المدرسة، لذلك سعت هذه الوزارة إلى افتتاح مركز اسمه المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع الشركاء والمنظمات، وأحداث الشعب استعدوا للالتحاق بالمدرسة، يعني كل الأطفال اللي كنا نسميهم مستمعين ما دون سن المدرسة بتفتح وفق
معينة بنفتح له الشعب إعداد بياخذوا معلومات معينة له خطة معينة ومنهاج معين في هذه الشعب شعب استعد وأسبيدها والوزارة أيضا أعدت الكوادر ودربتهم على هذا الأمر واللازقين إحنا كان عندنا حصتنا كانت لحد الآن 58 شعبة صفية مدعفة 49 مدرسة على مناطق مختلفة حسب الاكتظاظ السكاني والتوزع الجغرافي المعاصر المدرسة. نعم طبعا أي مجانا عشان نستثمر وجودي معكم مجانا بيتم قبول طلابنا أبنائنا اللي هن عمر 5 سنوات قبولهم بتلقوا العلم والمعرفة ويتدربوا على النظام يعني اسمها استعدوا للدخول إلى المدرسة. الحقيقة هي تجربة رائعة ومفيدة جدا جدا وتعوض الطالب الذي ليس لديه القدرة الدخول إلى رياضة. نعم خلينا بسؤالنا الختامي نسأل حضرتك عن تحضيرات المديرية لاستقبال فصل الشتاء وملزماته. بالنسبة لفصل الشتاء طبعا يعني في الواقع عملية توزيع مازوت التدفئة وقود التدفئة على المدارس بدأت منذ بداية العام الدراسي مطلوب بإعداد القوائم المطلوبة لتزويد المدارس بهذه المواد وارسلها إلى شركة المحروقات الكوب. طبعا عندنا نحن ارسلنا لهم لحد الآن ثمن 600,000 لتر من الكمية المقرر استلامها والبالغ على 750,000 لتر. بدأت عملية التوزيع على المدارس تقريبا أنجزنا التوزيع على المناطق لطبيعة جغرافية باردة وبعيدة بدأت من المناطق الجبلية مثلا الدالي كسب الصلوفي حرف المسيسة هذه المناطق تقريبا أنجزناها وزعنا حوالي 130,000 لتر حتى الآن في هذه المناطق ثم نتجه باتجاه مراكز المدن نحن مشاهدين العمل مستمر في هذا السياق. أيضا وزعت المديرية أكثر من 700 مدفأة جديدة على المدارس ذات الحاجة وطبعا زودتنا فيها وزارة التربية بالتعاون مع المحافظة. تمام أكيد بالختام بدنا نشكرك السيد عمران أبو خليل مدير تربية اللاذقية على كل الأجوبة اللي منحتنا إياها خلال صباحنا غير. شكرا كثير. شكرا لك أستاذ. إن شاء الله هيك قدرنا من خلال مساحتنا عبر الاتصال أنه نوصل معظم استفسارات أهلينا باللادية. شكرا لك أستاذ. ونحن مكملين ضمن صباحنا لليوم ووصلنا لمساحتنا الطبية ورح نحكي اليوم عن موضوع الأجهزة التجميلية المتحركة. هاي الأجهزة اللي بتتركب بالفم من دون معدن. اليوم شو هي الناحية الجمالية وشو هي الناحية الوظيفية ضمن الفم؟ أسئلة كتير حيجاوبنا عليها ضيفنا لليوم الدكتور إبراهيم تركماني أخصائي تجميل أسنان وتعويضات فكي. سعد صباحك حكيم. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير سوريا. أهلا وسهلا فيك. في بداية خلينا نسأل حضرتك عن الأجهزة التجميلية المتحركة، ما هي، شو استخداماتها وأهميتها؟ حقيقة إذا بدنا نحكي على موضوع الأجهزة المتحركة التجميلية فهي يعني جزء من الأجهزة الجزئية المهمة للمريض وأي مريض لازم نحن نحكي معه بموضوع الأجهزة الجزئية. التعويض عنا يكون ضروري لأنه بيتبادر لذهننا دائما أنه ممكن يكون عنا حلول كتير لكن حقيقة في استطبابات ما بصير في عنا إلا الأجهزة الجزئية المتحركة والأجهزة الجزئية المتحركة اللي هي موجودة بالشكل التقليدي هي الأجهزة الأكريلية أو الأجهزة الراتنجية أو الأكريلية أو الأجهزة الهيكلية واثنيناتهم بكون فيهم معدن. حقيقة في عنا نوعية من المرضى من الناس بيتحسسوا من المواد الراتنجية وفي منهم بيتحسسوا من عادن داخل الحفرة الفموية فهدول العنصرين كتير مهمين بالنسبة لنا أنه نبتعد عنهم. فكان الذهاب باتجاه إجراء أنه نعمل أجهزة من النايلون الريزين وبالتالي صار في عنا أجهزة بتتمتع أنه ما فيها مواد مونومير يلي هي بتشكل الراتنج الأكريلي وبالتالي ما بصير في حساسية. والنقطة الثانية ما عنا مواد معدنية بتدخل وبالتالي هي مواد تجميلية بامتياز تتميز بمرونتها يلي إذا ضغطناها بنلاقيها أنه هي مرنة تنكسر وبالتالي ممكن المريض يوضعها بالفم بشكل جيد وبدون وجود أي علامة للمعدن. لا هي بشيلها المريض وبركبها دائما وقت بنحكي عن الأجهزة المتحركة معناتها المريض قادر ينزع من الفم ويرجعها.
الحالات اللي نحن عم نروح لهيئة إذا هي فقط الحالات اللي عندها حساسية من موضوع المعدن أو في استطبابات اليوم الدكتور بيروح بيضطر إنه لوضع هاي الأجهزة؟ هلا أول شيء هي رغبة المريض، لأنه بيكون بيتطلب منه إنه يعني هي العامل الأول ما بده على الإطلاق يكون جهاز بمعدن، وهي نقطة بنشوفها كتير دارجة بالمجتمع ونظرة وعي إنه ما بدنا معادن بالفم، وهي نظرة بطب الأسنان في مدرسة كاملة تلغي موضوع المعادن من الفم، وهي جزء منها يعني هالموضوع الأجهزة التجميلية اللي بدون معدن، بالإضافة للناحية الثانية اللي هي الحساسية. إذن في نوعين من الشروط يلي نحن نرغبها، لكن حقيقة أول رغبة وقت من بنحكي مع المريض بنحكي باتجاه التجميل يلي هو بيكون سواء ست أو رجل ما بدهم يظهر المعدن، والمعدن صار بالنسبة لنا بطب الأسنان ما هو عنصر جميلي، كلياتنا عم نتهرب منه لأنه نحن نتذكر كان المعدن جزء من جمالية الفم سابقا، ومن ثم تطور الموضوع وصار أنه نحن لا بدنا الأسنان كلها تكون بلون يعني أبيض حلو جميل. هي النقطة الأساسية بالتجميل يعني عفوا تفضلوا إذا بتحبوا. كنت بدي أسأل حضرتك أي إجراء اليوم طبي أو تجميلي بيكون له أشخاص يمكن ما بيناسبون أو ما بيقدروا يستخدموه بينطبق هذا الشيء على الأجهزة التجميلية المتحركة، وهل إلها سلبيات؟ هلا الموضوع في نحن عنا خليني اقول انه نوعين انا بدي وانا اللي بستخدمهم بالعياده. تفضل. موضوع الريزين هي الاجهزه اللي هي حقيقه في عامل انه ما بتتبطن بالمستقبل اذا صار امتصاص عظمي، فلازم تكون الحاله مستقره بشكل كتير كبير لحتى ما يكون بعد الألع مباشره، فهي مشكله شوي عنا اياها موجوده. النوع الثاني اللي انا بستخدمه ممكن نشوفه على الشاشه، ما بعرف اذا كانت الحالات عم تظهر، بنلاحظ انه في عنا الناحيه التجميليه ما بنستخدم ضمات على الاطلاق، بنستخدم ماده سيليكونيه مطاطيه دائمه المرونه وهي المولوبلاست بي، فنحن نستخدمها بكثرة وبالتالي نستغني عن موضوع الضمات بشكل كامل، بتعطينا استقرار للجهاز وناحية تجميلية بشكل كتير كبير. أنا بدي أحكي بنقطة يمكن هلأ ظاهرة على حالات حتى سوء تصنع الوريقة الخارجية يلي هي بتصاحب الولادة، سوء بالحالة الجنينية وبينشأ عنا أعراض هالمتلازمة هي، وبالتالي بصير في عنا منها فقد للأسنان داخل الحفرة الفموية وبيبقى بعض الأسنان موجودة، لكن إذا بنشوف الحالة هي لشاب بأول عمر كيف إنه مفقودة الأسنان هاي وما عنده براعم إنه تطلع أسنان تاني، وهو بعمر ما بنقدر نزرع له وما بنقدر نحط له أجهزة يعني تعويضية جزئية تقليدية عليها ضمات وهيك تكون بسيطة، فلجأنا لموضوع أنه نعمل له جهاز علوي وسفلي مثبت بواسطة السيليكون المطاطي، وهي يعني من الحالات الفريدة اللي يعني ساعدت المريض بشكل كتير كبير على تجاوز يعني حالة كتير مهمة وعطته بعد يعني بيقدر يتأقلم مع رفقاته بمراسل ياكل بشكل هو جيد. بعمر صغير يعني، فهون في الحالة النفسية بدها تلعب دور كتير كبير بحياته، أنه اليوم بهذا العمر هو اضطر أنه يروح لهذا الإجراء. خلينا نحكي بشكل عام عن الحالة النفسية للمريض في حال تم تركيب هذا الجهاز. هلأ هو ضرورة ولكن نفسيا يعني ما حيكون مرتاح أكيد. هلأ الموضوع هذا النوع من مرضى بيكونوا عصبيين ما عم يأكلوا بشكل جيد وفي عنده مشكلة حقيقية، نحن وقت نعطيه هذا الجهاز بالعكس عم نحسن الناحية النفسية والوظيفية، ما دام تحسنت الناحية الجمالية عنده تحسن موضوع الوظيفة الأكل والنطق صار بشكل جيد، راح لموضوع الحالة النفسية صارت بشكل كتير جيد، وهي النوع من الأجهزة بهالأعمار هاي نحن بنخليها لحتى يكبر المريض وبعدين إذا أخذ قرار أنه يعمل إجراءات تانية مثل الزرع مثلا فبيكون هو حل، لكن حقيقة الحل بالزرع بهالأعمار ما بيكون متاح، مع أنه دائما أنت بتقلنا الزرع هو الحل الأول، هو الحل الأول عند الكبار
لكن في الأعمار المراهقة قبل 18 سنة عفوا فرح يكون مضاد استطباب، لأنه النمو بشكل كامل الفكين ما أخذ وضعه النهائي. فإذا بالنسبة لنا الزرع هو حل أول عند الكبار بالعمر، لكن في هاي الحالات اللي عنا إياها أنا أشرت إلى وهي موجودة بالمجتمع، يعني أنا عم لاحظها من خلال العيادي هالمرض هذا من النوع أو المتلازمة سوء تصنع الوريقة الخارجية موجودة بالمجتمع، وهو يعني بيولد الطفل بهالطريقة هاي وبنلاقي إنه فاقد لبراعمه الأسنان، وبالتالي راح يكون في عنده أسنان مهمة ناقصة ما أنا موجودة ولا راح تطلع. فتكون المبادرة الأولى هي التصوير والتشخيص بشكل جيد لحد قرار يكون من الطبيب بطريقة التعويض وشو بده يساوي إجراء وما يخسر الطفل الأسنان يلي موجودة. طيب دكتور خلينا نقدم نصائح اليوم لكل الأشخاص يلي مترددين إذا بدنا نقول باتباع هذا الإجراء أو إذا عم تشوف أخطاء اليوم عم تكون باتباع هذا الموضوع، يعني بما يخص الأجهزة التجميلية المتحركة بتطبيقها بالتعامل معها. هلا الموضوع الأجهزة الجزئية هي أجهزة شائعة بمجتمعنا بطب الأسنان، بأجهزة أكريلية إلى ضمات معدنية بسيطة، وهي بلجأ فيها يعني بلجأ لأطبائنا بشكل واسع جدا. حقيقة أنا ببتعد عن هالنوع من المعالجات وبروح باتجاه الأجهزة الهيكلية. والخيار الثاني اللي بيكون عندي وقت الحدا بيطلب انه يكون شيء تجميلي، فالأجهزة الهيكلية حتى ممكن نحملها بالأجهزة يعني بشكل تجميلي ونجمع بين الأجهزة الهيكلية والأجهزة الريزين ويصير بناحية تجميلية عالية المستوى، وممكن نعمل حالات ريزين بشكل كامل. هلا الموضوع يلي بالنسبة لنا انا ما بشوف فيه مشكلة، على اعتبار انه ممكن ترميم الكسر يلي بصير اذا باحدى الضمات الريزينية انكسرت ممكن تعديلها، لكن المشكلة يلي قائمة بالتعديلات هي الكلفة العالية، وكلفة الكلفة العالية الاقتصادية خلينا نقول لهيك نوع من الأجهزة، فشوي هي معيقة بما يعني لشرائح فينا نعتبرها هي من السلبيات. هي أنا بعتبرها من السلبيات بالنسبة لنا حاليا، لكن سابقا كان بشكل عادي وطبيعي. طيب ما في سلبيا مشكلة. في شيء حكينا نحن إيجابيا يعني يمكن الناحية المادية هي سلبية بالتكلفة، سلبيات طبية يعني ممكن اليوم المريض يعاني من أي شيء بعد تركيب الجهاز؟ لا لا أبدا، هو ما في أي مشكلة على الإطلاق، التعاون فيها كتير جيد. هي فيها ميزة كتير مهمة الريزين إنه بيعطينا يعني تلميح كتير جيد ما فيها مسامية، وبالتالي يعني هي ما بتكون حاملة لفضلات طعام أو للويحة الجرثومية لأنه بتتلمع بشكل فائق النعومي أكثر من الناحية الأكريلية، وبالتالي يعني في عنا مزايا أنا بقول لهيك نوع من الأجهزة التجميلية اللي بتكون موجودة، ونحن متطلب أنا بحسه هذا حاليا بمجتمعنا، في ناس عم تكون مهمة بالنسبة لنا. هلا أنا بدي أقول بس إذا بتريدوا نوه لشغلي إنه إمتى بختار الأجهزة الجزئية المتحركة؟ حقيقة خلينا نقول نبسط الأمر كتير، إنه وقت بكون في حدا عنده فقد أسنان الخلفية الأرحاء الأضراس وما في شيء ولا سن بالخلف وفي بالأسنان الأمامية، فهذا موضوع لا يمكن التعويض عنه إلا بالزرعات أو بأجهزة متحركة جزئية تقليدية أو تجميلية. فهون النقطة الأساسية إنه نحن وقت بكون ما في عندي إمكانية للزرع من أي ناحية كانت سواء صحية أو اقتصادية، فبكون الخيار هو الأجهزة الجزئية بالضبط بالضبط، وبالتالي بيعطيني راحة للمريض بإنه نقدم له أنا يعني حالة تعويضية جيدة. وبدي أركز على موضوع لو سمحتوا إنه ليش نحن مصرين إنه نعمل تعويضات يعني متحركة للمريض، لأنه هالتعويضات تحميل العظم يلي موجود الارتفاع العظمي السنخي من الامتصاص، وهي حالة جدا مهمة بالنسبة يعني ما نترك يلي عنده فقد بالأسنان بتمنى إنه ما يترك هذا الموضوع نهائيا،
وحتى لو ما في إمكانية مادية نحن بالجامعات السورية سواء الحكومية أو الخاصة بيعالجوا هالنوعية هاي من الحالات بشكل جيد وضمن مقرراتنا. منهاجنا بالسنة الرابعة والخامسة وبالتالي عنا يعني متسع مجال كتير كبير لأنه تتقدم هي خدمة مجاني دكتور شيء طبيعي مجاني يعني نحن وقت بنحكي عن الجامعات بنحكي على ناحية مجانية بالعلاج وبالتالي يعني نحن عنا يعني فرصة لتخدم المجتمع بشكل واسع بالإضافة إنه العيادات والمراكز هي بتخدم بشكل يعني النواحي التجميلية خليني أقول أنا الأجهزة التجميلية تخدم بالخاصة بالمراكز لكن بالجامعات بتخدمها الطلاب المرحلة الجامعية الأولى التجميلي ممكن بالمرحلة الجامعات بالدراسات العليا يصير في تقديم ومجاني لهيك موضوع. تمام بدنا نشكرك كثير الدكتور إبراهيم تركمان اختصاصي تجميل أسنان وتعويضات فكية لكل المعلومات اللي قدمتناها إياها لليوم. شكرا شكرا حكيم لتواجدك اليوم وصباحك صحة وابتسامة حلوة على طول. شكرا جزيلا شكرا. أهلا وسهلا. أما نحن نرمين خلصنا اليوم أحلامنا الصباحية أكيد وصلت للختام. بتمنى لك رشا بقى نهار ظريف لك ولعائلتك ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. يا رب بقية هذا اليوم تحملكم كل القصص يلي بتحبوها والانفراجات على كافة الأصعدة والسوريين والمكان يكونوا بألف ألف خير. شكرا يا نيرمين ويومك حلو لكل حدا رافقنا برحلتنا الصباحية. إن شاء الله هيك كنا على ذوقكم وقدرنا نقدم لكم المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم اليومية. لاقونا بكرة 9:30 صباحا بفريق جديد بصباحكم غير من لوقتها. كونوا بخير. باي 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 باي.